مرحبا، معكم كارمين شماس. كيف بده يكون اليوم السبت 4 ايلول سبتمبر؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الاسد الناري، وباقي ايضا يوم الاحد 5 ايلول. كيف بده يكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل، مواليد برج الحمل، وجود القمر في برج ناري بيغير الظروف تقريبا راسا على عقب لصالحك. من اول اسبوع لهلا او حتى من الاسبوع الماضي الاجواء ما كانت هالقد متقدمه او هالقد مرتاحه. المهم اليوم نهار جيد جدا لمواليد برج الحمل، وهنالك نوع من قد تكون مفاجأة أو قد تكون نوع من ظرف بيدخل تغيير حلو لألكم. الأكثر حظا فيها تكون مواليد 13-14 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، وجود القمر في برج الأسد نوعا ما بيخلق ظرف بيخلي مواليد برج الثور تفكر أنه تغير رأيها أو تحاسب حالها أو تفكر مرتين قبل ما تعطي جواب نهائي، لأنه الجواب رح يترك تأثير كتير مهم عليكم وعلى الآخرين اللي عم بيسمعوا الجواب. فحاولوا مواليد برج الثور يكون قراركم صائب تماما. تبقى المواليد الأكثر حظا 13-14 و15 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء الأجواء اليوم بعتبرها نشيطة ومهمة سريعة وفيها الكثير من المبادرات. عطلة أسبوع سريعة بانتظاركم، وأنتم تعتبروا من الأبراج الأنشط الأكثر حظا والأكثر تقدما على غيرها. الأكثر حظا تحديدا 29-30 أيار مايو، 17-18 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. مواليد برج السرطان الأجواء اليوم بالنسبة لكم جيدة، الأمر بطل ببرجكم لكن عطاكم كل الدعم، عطاكم كل الضوء الأضواء الخضر فينا نقول لحتى تتقدموا. مواليد برج السرطان لا يوجد أي سبب لحتى تكون الأمور عندكم راكدة أو واقفة أو ما ماشي حالة، بالعكس تماما الأمور مفروض تمشي وتسير بطريق ممتاز. كلكم محظوظين اليوم. بالنسبة لبرج الأسد، وأخيرا مع وصول القمر لبرجكم، مواليد برج الأسد الأجواء عندكم اليوم مهمة، الأجواء عندكم اليوم ضخمة، الأجواء عندكم اليوم مضواية، الأجواء عندكم اليوم أنا بعتبرها مشجعة لحتى أنتوا تاخذوا قراركم بإيدكم، أنتوا تقرروا. وكأنه فجأة بتضوي عنكم فكرة وبتقتنعوا بمسألة أو توصلوا إلى قرار جديد. وأخيرا بترتاحوا، وأخيرا الناس من حولكم بترتاح. تبقى المواليد الأكثر حظا 19-20 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، هنالك نوع من ظروف أو ظرف بحيركم بضيعكم، بتحبوا انكم تاخذوا وقتكم، من المستحسن انكم تاخذوا وقتكم، الظروف منها هالقد سريعة، بالعكس هي وقت للارتياح. مسائبة انه عطلة اسبوع، هيدا شيء كتير منيح، فحاولوا مواليد برج العذراء ترتاحوا اليوم، تستقروا اليوم وتبعدوا عن المشاكل، ما تاخذوا اي قرار، ارتاحوا بعطلة الاسبوع. بشكل خاص مواليد 15-16-17 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مواليد برج الميزان اليوم نهار حلو، اليوم نهار بيساعد، اليوم نهار بيسلي، اليوم نهار بيقدم لكم بعض الخيارات الجديدة المتنوعة. مواليد برج الميزان الأجواء عندكم اليوم إيجابية وحلوة وداعمة وغريبة وجديدة متجددة، لذلك مواليد برج الميزان بعتبركم اليوم من الأبراج المهضومة النشيطة واللي منفتحة على كل ما هو جديد. الأكثر حظا فيها تكون 15-16-17 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مواليد برج العقرب الجو اليوم عند مواليد برج العقرب تقيل ومهم، من الايام المهمه جدا يلي بتسمح لمواليد برج العقرب انه يكونوا في تحت الاضواء لكن بطريقه جيده وحلوه. بيبقى على كل مولود برج العقرب يكون جاهز، المستخف بعمله بالمساله الطارئه معقول يسبب لحاله وجع راس، فكونوا حذرين، ما تنزعجوا، اليوم نهار مهم لازم تكونوا جاهزين. بنتقل لبرج القوس. مواليد برج القوس واخيرا ترتاحوا، من اول اسبوع وتعبانين مواليد وحتى من الاسبوع الماضي، مواليد برج القوس اليوم نهار بيسليكم، اليوم نهار بيدعمكم، اليوم نهار بيعطيكم نتيجه مثل ما انتم بدكم، اللي بدكم اياه تقريبا بيصير اليوم. فحاولوا مواليد برج القوس انكم تكونوا على نور وعارفين حالكم وين رايحين، اليوم والاحد ممتازين. بالنسبه لبرج الجدي، مواليد برج الجدي بترتاحوا من ضغوط الخميس والجمعه،
الأربع الخميس والجمعة. القمر كان 3 أيام مع كاسكون، اليوم ارتياح، اليوم ابتعاد عن كل هالأمور الصعبة. مواليد برج الجدي اليوم هنالك طلة مختلفة لإلكن، واليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة رح تشوفوا نتائج ولا أحلى من هيك. ننتقل لبرج الدلو. مواليد برج الدلو، لانه القمر عم بيعكسكم، في احتمال تكونوا اليوم شوي مزاجيين او شوي مزعوجين او شوي حاسين انه في امور منا ماشي على ذوقكم 100%. مواليد برج الدلو يمكن معكم حق، وجود القمر في برج الاسد يمكن بشكل عامل مزعج بالنسبه لكم، لكن الاجواء منا هالقد متعبه. كل شيء مطلوب منكم انكم ما تحطوا حالكم بظرف مزعج او بمسؤوليه شوي صعبه، او تحطوا حالكم بموقف يمكن دقيق او مربك. وجود القمر في برج الاسد يمكن يسبب لكم وجع راس بعض الشيء، خاصه عن مواليد 28 29 ايلول كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت يوم لا بأس به، لكن لازم تعرفوا انه هو يوم كتير طويل. بيطلب من مواليد برج الحوت يكونوا قد حالهم، يكونوا واضحين بكلامهم بكل شيء حابين يقولوه، لحتى تبطل في عندكم او حدا يفهمكم غلط. مواليد برج الحوت الجو اليوم عندكم متقلب، يمكن يكون شوي منه مزعج، لكنه نهار طويل. مطلوب منكم تكونوا جاهزين قبل ما يصير في عنا نيو مون يوم الثلاثاء المقبل. خلصوا أشغالكم قبل بوقت. كونوا حذرين 12 13 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنة بتسمح هيدي السنة بإعادة ترتيب الكثير من الأمور، إعادة لفت النظر، إعادة الاهتمام وإعادة النظر ببعض التطورات. اليوم هو هيدي السنة هي سنة واعدة بتغييرات كبيرة قد تكون وتصل لإلكم في الربع الأول من سنة 2022، أيلول سبتمبر أكتوبر نوفمبر كانون الثاني يناير أيار مايو من أفضل الأشهر. بتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.